احمد الحمد لله على السلامه وكريم اتفضل تحياتي ليك من جديد كابتن سيد عبد الحفيظ وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان نجوم الاستوديو التحليلي الله يسلمك يا كابتن سيد عايز ابدا معاك سريعا طبعا لتشكيل النادي الاهلي اللي لسه من لحظات بيخرج طبعا في حراسه المرمى الشناوي خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي سليف كلوبالي سعد سمير علي معلول في المنتصف حسام عاشور وعمرو السوليه ميدو جابر وناصر ماهر وليد سليمان ووليد ازارو في الاحتياطي شريف اكرامي مروان محسن ايمن اشرف هشام محمد محمد شريف محمد هاني وصلاح محسن بيخرج من القائمه ويمكن تابعناه من طبعا بعد وصولنا هنا الى استاد برج العرب باكثر من 10 دقائق خروج مؤمن زكريا خارج المباراه بعد طبعا زي ما شفنا في التدريبات كان ليه دور في التكتيك كان ليه دور في التدريبات سالنا سريعا لكن حتى هذه اللحظه بيقال ان هي رؤيه فنيه لمستر باتريس كارتيرون لكن لسه عايزين نستفسر من طبيب النادي الاهلي وعايزين نتكلم الكابتن محمد يوسف لكن هو لسه داخل ارض الملعب مؤمن زكريا يمكن شفناه جاهز في التدريبات الماضيه هل شكى من حاجه هل في اي امور هنعرفها في خلال لحظات كابتن سيد لكن هو ده التشكيل حتى هذه اللحظه اللي طلع طبعا من الكابتن طبعا محمد يوسف ومستر باتريس كارتيرون بوجود ميدو جابر ووجود ناصر ماهر ووجود وليد سليمان ووليد ازارو في خط الظهر لكن التكهنات زي ما قلنا كابتن سيد كان مؤمن زكريا هو اللي محطوط في التشكيل المتوقع لفريق النادي الاهلي في هذه اللحظات فريق النادي الاهلي بيجري عمليات الاحماء ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي واللي موجود ان شاء الله سواء مؤمن موجود او كل اللعيبه الموجوده في قائمه فريق النادي الاهلي ان شاء الله تكون على قدر المسؤوليه لكن باكد لك من جديد يا كابتن سيد لسه جانا المعلومه دلوقتي مؤمن زكريا فني خروجه من القائمه وخروجه من المباراه رؤيه فنيه لمستر باتريس كارتيرون عوده ليك يا كابتن سيد ولو فيها استفسار يا كابتن سيد اتفضل طيب لو عندك تشكيل